بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم معنا مع درس جديد من دروس تعلم برنامج السوليد ووركس. النهاردة إن شاء الله هناخد أمر جديد من أوامر السوليد ووركس، وهو أمر سبلاين. أمر سبلاين هو أمر إحنا بنستخدمه في رسم القوالب والأسطح، تمام، زي العلب بتاعة الكنزات وأزايز المية والحاجات دي كلها، دي أسطح، فدي إحنا بنستعمل فيها أوامر تقدر تدينا منحنيات، تمام، على الرسم بتاعنا. والأوامر ديت منها الأمر ده وهو أمر سبلاين، تمام. أمر سبلاين نرسمه كده معانا. في عندنا نوعين من أنواع السبلاين. أول حاجة مالتي سبلاين، مالتي بوينت سبلاين، نضغط طبعا على البلان اللي هنرسم عليه أمر سبلاين، وهنبدأ نرسم سبلاين بكذا نقطة اهو زي ما انت شايف كده. ده اسمه طبعا. انا خلاص بعد ما وصلت لنهاية السبلاين هنقفل السبلاين بتاعنا ده، ومش معنى ان احنا هنقفله يعني هناخد النقطة دي عن النقطة دي، لا، ولكن معنى كلمة هنقفله يعني هننتهي من الرسم بتاعه، ونعمله بطريقتين. الطريقة الأولانية إما إن احنا نضغط دبل كليك، لو ضغطت دبل كليك خلاص هيديك النهاية بتاعة السبلاين، أو إن احنا ندوس اسكيب من لوحة المفاتيح يبقى احنا كده رسمنا الأمر بتاع سبلاين أو المالتي سبلاين، مالتي بوينت سبلاين. أهو ده عبارة عن منحنى موجود لدرجة معينة من النعومة بتاعة السطح، تمام، ومرسوم بكذا بأداء نقطتين، ثلاث نقط، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمام. ده اسمه المالتي سبلاين. النوع الثاني من أنواع السبلاين وهو التو بوينت سبلاين، اللي هو السبلاين المرسوم من نقطتين فقط. أهو هذا السبلاين، ده عبارة عن سبلاين مرسوم من نقطتين فقط، وده كده اسمه الهندل. الهندل ده هو اللي احنا بنتحكم فيه في السبلاين، وهنشرح الهندل ده مع بعض كمان شوية. لو جيت دوست على الهندل ده تقدر تغير في السبلاين ده زي ما انت عايز، سواء من ده او من ده، تمام. ده اسمه تو بوينت سبلاين. ولو جيت تبص كده على التو بوينت سبلاين وتقارنه بالمالتي بوينت سبلاين، هتلاقي ان التو بوينت سبلاين عباره عن سبلاين بمنحنى سموث، فيري فيري سموث، ناعم جدا في اتجاه واحد. اما المالتي بوينت سبلاين في عباره عن منحنى في قمم وقيعان زي ما انت شايف كده. طيب انا اقدر احول المالتي سبلاين ده ل 2 بوينت سبلاين. ازاي نقدر نحول المالتي سبلاين ل 2 بوينت سبلاين؟ بنروح ضابط على السبلاين نفسه، فتبدا تظهر قدام مننا. طبعا عنده، لو تلاحظ كده، عند كل نقطه من النقط اللي مرسوم بيها السبلاين في هاندل، في هاندل كده موجود عند كل نقطه من النقط بتاعته. وبعدين هروح على قائمه تولز، سبلاين تولز، وهنضغط على فيت، او هنضغط على سمبليفاي سبلاين. اول ما هندوس على سمبليفاي سبلاين هيظهر لنا القايمه دي. بتقول ايه؟ بتقول ان السبلاين ده اول حاجه ان اوريجينال كيرف عباره عن سبع نقط. ده واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه. ان سمبليفايد كيرف برضه سبع نقط. ده يبقى هو سبع نقط، هو سبع نقط لان احنا لحد دلوقتي ما غيرناش فيه، تمام. لو جيت بقى قلت له سموث هيبدا بقى ايه؟ شوف، قلت له سموث هيبدا يغير في النقط دي، هينزلها من سبعه لسته. شايف حتى اللون الاصفر بدا يبان قدامك اهو. لو قلت سموث مره ثانيه اهو هيخليهم اربع نقط اهو، وبعدين ثلاث نقط، وبعدين
نقطتين. اصبح احنا كده حولنا المالتي بوينت سبلاين ده هو اختصارهم في تو بوينت سبلاين مكون من نقطه البدايه ونقطه النهايه. كل ما بتعمل سموث كل ما بيبقى درجه النعومه بتاعه السبلاين ده بتبقى احسن. يعني انت لما رجعت البريفيوس تاني هتلاقي ان درجه النعومه هنا احسن في الاصفر ده احسن من الازرق. تمام، تعمل بريفيوس هتلاقي برضه درجه النعومه في الاصفر احسن من الازرق، ولكن كل ما تعمل سموث كل ما تزيد درجه النعومه لحد ما نوصل لاعلى درجه نعومه في الوضع ده اللي هو في مكون من نقطتين فقط، وتقول اوكي. طيب هنا بقى بيقول لك ان السم سبلاين هاندلز اند اول ايكوال كيرفيتشر ريليشنز ويل بي ديتكتد كونتينيو اني واي. اقول له كونتينيو اني واي، ده يعني بيقول لك ان في مجموعه من الهاندلز اللي موجوده مش هتكون موجوده. يس، هو بيتحول المالتي بوينت سبلاين ده ب 2 سبلاين. تمام، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. طيب السبلاينز عندنا انواع، او ده طبعا احنا قلنا ده النوعين اللي هو المالتي سبلاين والتو بوينت سبلاين. لو دوسنا هنا على السهم ده كده هتلاقي في حاجه اسمها ستايل سبلاين. ستايل سبلاين، لو دوست على ستايل سبلاين هيبدا يظهر لك هنا اربع حاجات. اول حاجه وهو بيزيه، المنحنى الاولاني وهو منحنى بيزيه. منحنى بيزيه ده هو اكتر منحنى بدرجه نعومه، وسمي بهذا الاسم نسبه الى عالم اسمه بيزيه. العالم ده عمل ايه؟ عمل مجموعه من النقط، تمام، في علاقه مع بعضهم البعض لينتج بعد كده منحنى بيزيه. يعني اهوت هنعلم على بيزيه ونبدا نرسم. هذا مثلا هذا النقطه الاولى، النقطه الثانيه، الثالثه، الرابعه. لو تلاحظ كده هتلاقي المنحنى ده عباره عن ايه؟ عباره عن اربع نقط. الاربع نقط ده هم في علاقه مع بعضهم عشان ينتج المنحنى ده. شايف؟ تقدر تتحكم في المنحنى ده باي نقطه من النقط دول. تمام، اي نقطه من النقط دول تقدر تتحكم فيها في المنحنى ده. ده اسمه منحنى بيزيه. تمام، دي اول منحنى معانا وهو منحنى بيزيه اللي هو عبارة عن مجموعة من النقط في علاقة مع بعضهم عشان ينتج المنحنى ده اللي انت تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز. ومنحنى بيزيه ده هو اكتر منحنى نوع. تمام، تاني حاجة من في الستايل سبلاين وهو البي سبلاين ديجري 3. احنا عندنا بي سبلاين ديجري 3 وبي سبلاين ديجري 5 وبي سبلاين ديجري 7. كل ما بتزود في الدرجة كل ما بيبقى المنحنى أكتر نعومة. كل ما بتزود في الدرجة كل ما تكون المنحنى أكتر نعومة. خلينا نبدأ مثلا بالبي سبلاين ديجري 3. يعني هنرسم منحنى مكون من 9 نقط ونقارن ما بينهم وبين بعضهم. واحد، نقطة الأولى، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. فده اسمه ده منحنى مكون من 9 نقط برضه ريليتد مع بعض، ولكن في درجة النعومة بتاعته أقل من بيزيه. هنشوف عبارة عن قمم وقيعان، ولكن له استخدام. طب هو حد يقول لك طب هو ليه عامل أو السوليد ووركس عامل الحاجات دي كلها؟ عشان أنت هتحتاج حسب درجة نعومة السطح اللي أنت عايزها هتعرف أنت محتاج ترسم بأي منحنى فيهم أو تستخدم أي منحنى أنت عايزه. تمام؟ فاللي أنت اللي أنا عايز تعرفه إن المنحنى بيس بلاين 3 ديجري ده اقل نعومه من بيزيه
او المنحنى بزي. طيب نرسم منحنى تاني بيس بلاين 5 ديجري برضو بنفس التسع نقط برضو اهو نقطة 2 3 4 5 6 7 8 9. بص كده هتلاقي ان القمم والقيعان في المنحنى الجديد اقل بكتير من القمم والقيعان في المنحنى ال 3 ديجري تمام. و اذا المنحنى ده اكتر نعومه من او ال 5 ديجري ده اكتر نعومه من ال 3 ديجري ولكن بيزيه احسن منهم هما الاثنين تمام. ناخد منحنى 5 ديجري نرسم 5 ديجري 2 3 4 5 6 7 9. هتلاقي المنحنى ال 5 ديجري اكتر نعومه من او ال 7 ديجري اسف ال 7 ديجري اكتر نعومه من ال 5 ديجري واكتر نعومه من ال 3 ديجري واللي اكتر منهم نعومه كلهم هم البيزيه. يبقى البيزيه هو اكتر منحنى سموث من المنحنيات دي ويأتي بعد منه في درجة النعومة 7 ديجري وبعدين 5 ديجري وبعدين 3 ديجري. دول اسمهم دول المنحنيات بتاعة أو أنواع الستايل سبلايم بتاعتها تمام. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفرق ما بين المنحنى العادي أو المنحنى بتاعنا وما بين المنحنى بتاعنا او المكون من خطوط عاديه. لو انا جيت كده رسمت مجموعه من الخطوط تغييرات مرتبطه ببعضها كده الطريقه دي ورسمت مالتي بوينت سبلاين كده وجيت اتقارن بين الاثنين هتلاقي ان في هنا كده شارب ايدج كامله موجوده في المنحنى ده. احنا الفكره او الغرض من وجود السبلاين ده هو ان انت تلغي الشارب ايدج ديت ما تكونش موجوده. يعني انت لو حبيت كده تحط همك كده في 3 دي اكسترود سيرفيسز اكسترود سيرفيسز ليهم تمام بطول مثلا كبير كده ماشي اقول اوكي. بص كده للشكل بتاعه هتلاقي بص كده المنحنى ده هتلاقي فيه درجة نعومة كده ودرجة كيرفتشر عالية موجودة فيه تمام. اما المنحنى ده هتلاقي فيه شارب اتش كده زي ما انت شايف. ف ده الفرق ما بين الخط العادي والمنحنى. نرجع تاني خلينا كده بس نمسح السبلاين ده وناخد كوبي من الشكل ده كنترول سي هنا كنترول في هنا كنترول في مرة تانية وهنروح على قائمة تولز و سبلاين تولز ونضغط فيت سبلاين. هنا هيديني شوية حاجات مهمة كده. هنا لو تلاقي هنا كده هتلاقي في عندنا هنا ديليت جيومتري او كلوزد سبلاين تمام او كونسترين والحاجات دي كلها. تعال الاول كده ناخد منحنى ناخد الشكل الاولاني ده كده نروح تولز فيت سبلاين ولما تيجي تعمل كده هتلاقي فيه هتظهر قدام مننا كده زي ما انت شايف كده الاتي. هتلاقي فيه كيرف لونه بامبا كده زي ما انت شايف قدامك كده وهتلاقي فيه
الخط بتاعنا الاصلي. الخط بتاعنا الاصلي هو الجيومتري بتاعنا اللي موجود معانا. في هنا في الجنب كده بيقول لك ديليت جيومتري، لو انت دوست ديليت جيومتري هيعمل ايه؟ هيحول لك الجيومتري ده الى سبلاين طبعا، وبس هيمسح الجيومتري ده. يعني انت قلت جيت هنا قلت اوكي خلاص كده رايح يمسح الجيومتري زي ما انت شايف كده، وتحول الى سبلاين. دوست عليه كده خلاص هو كده تحول لسبلاين تمام. لو جيت حتى جيت على دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هنروح على تولز ونقول نختار ده وعلى تولز سبلاين تولز فيت سبلاين. هنا بقى لو احنا ايه مش هنشيل ديليت جيومتري ديت، لما نشيل ديليت جيومتري هيظهر لك ثلاث حاجات. معنى ان انت شيلت الديليت جيومتري يعني انت كده بتقول ان انت عايز الجيومتري موجود مش عايز تشيله، ولكن موجود بكذا كيفيه. اول حاجه اللي هو كونسنترينت. كونسنترينت هيعمل ايه؟ هتلاقيه يرسم لك المنحنى السبلاين، وهيخلي الجيومتري موجود ولكن هيخليه كونسنترينت. يعني انت لو دوست كده وقلت اوكي هتلاقي بص الجيومتري بتاعنا اتحول لدوتت لاين طيب، بس ورسم لك المنحنى. بس هنا تقدر تستعمل بقى الجيومتري ده في انك انت تغير في المنحنى ده، او تقدر تغير فيه زي ما انت عايز كده تمام، او تقلل او تزود الشارب ده. تقدر تستعمل الجيومتري الاصلي في انك انت تتحكم فيه. اذا هما الاثنين ريليتد ببعض، هما الاثنين ريليتد ببعض هنا، عشان كده هو كونسنترينت اللي هو رسم لك المنحنى وساب لك الجيومتري وخلاهم ريليتد ببعض. طيب اوكي. النوع الثاني اهو سبلاين تولز فيت سبلاين ان كونسنترينت. ان كونسنترينت هنا هيعمل ايه؟ هنا راح يرسم لك السبلاين وهيسيب لك الجيومتري يحوله لدوت لاين زي هنا بالظبط، ولكنهم ليس لهم علاقه ببعض. يعني انت لو دوست كده اوكي هتلاقي اهوت حوله لدوت لاين وهما مش علاقه ببعض. يعني تقدر تاخد الجيومتري ده تقدر تاخد السبلاين ده بعيد عن الجيومتري ده، وتقدر تمسح الجيومتري لو انت عايز دلوقتي مش هيبقى لها اي اهميه. اصبح بص لما تغير في الجيومتري ما يغيرش في المنحنى ايا كان، كل ما غير في الجيومتري ما يغيرش في المنحنى تماما، وتقدر تمسحه اهوت تقدر تمسحه لو انت عايز تمسحه تمام. طيب خلينا نرسم كده النوع اللي بعد كده وهو في الفيكس بلاين ده وهو الفيكسيت. الفيكسيت تمام في الفيكسيت انت بيعمل ايه؟ بيرسم لك السبلاين او بيحول لك الخطوط دي الى سبلاين، ولكنه طبعا بيعمل ايه؟ بيخليهم فيكسيت. يعني ادي اهوت اهو اترسم الاثنين واحد، ولكن هنا ايه؟ هنا الاثنين فيكسيت ببعض. فيكسيت يعني انت فيكسيت بالنسبه فيكسيت بالنسبه للمنحنى. يعني المنحنى فيكسيت اهو مش هيتغير ابدا مهما غيرت، طبعا هيفضل المنحنى موجود مكانه ثابت، ولكن الجيومتري تقدر تغير فيه بره كده بدون ما يغير خالص في المنحنى. تقدر تسحبه بره وتقدر تمسحه هنا ديليت، هيتمسح معاك وهيتبقى لك السبلاين فقط. دول هما الثلاث حاجات الكونسنترينت وان كونسنترينت والفيكسد في التحويل من خط عادي للسبلاين تمام.
زي كده ونرسم سبلاين اهوت. خلينا نرسم سبلاين مثلا مكون من زي ده كده سبلاين، ونروح كده على تولز سبلاين او نضغط على السبلاين كده. هتلاقي هنا كده لما تضغط على السبلاين هيجي هنا كده ويقول لك حاجه، في حاجه هنا اسمها شو كيرفيتشر. شو كيرفيتشر لو دوست عليها هتلاقي يظهر لك الكيرفات بتاع السبلاين ده. شوف بقى كده هنا ايه اللي حاصل قدامك. هنا اللي حاصل ان انت كده المنحنى او كل منحنى من منحنيات السبلاين اللي موجود قدامك ده عمل له كده زي ما يكون كده تحليل ل يعني مقدار الانحناء بتاعه. كل ما الانحناء بتاعه بيزيد بتلاقي الطول ده كده بيزيد، طول الخطوط دي كده بتزيد، كل ما مقدار الانحناء بتزيد بيزيد، وكل ما مقدار الانحناء بيقل طول الخطوط دي بيقل. وهتلاقي عند نقطة معينة هي نقطة الانقلاب من المنحنى من تحت لفوق، هتلاقي عند النقطة ديت مفيش أي انحناء أو مفيش أي خطوط موجودة، وده دليل على إن الانحناء في النقطة دي صفر، ثم يقلب يبدأ الانحناء يزيد ويقلب من تحت لفوق. تمام، تقدر تزود كده في الشو بتاع الانحناءات دي، وتقدر تقلل في الشو بتاعه كده ان هو يبين لك، يعني تعمل زوم عليه، وتقدر تغير في الدنستي بتاعته، تقدر تزود الدنستي بتاعته او تقلل الدنستي بتاعته. تمام، ده اسمه انك انت حاجه بتبين لك الكيرفيتشر بتاع كل واحده منهم. يعني انت لو دوست على ده لو غيرت في الكيرف بتاعه، كل ما تغير في الكيرف بتاعه كده هتلاقي مقدار الانحناء بيتغير. شوف انت كده، بص كده الانحناء زايد جدا هنا في الوضع ده كده، بص مقدار الانحناء كبير جدا. تمام، كل ما تقلل تلاقي مقدار الانحناء ده يقل معاك زي ما انت شايف كده. تمام اهو، بص مقدار الانحناء بص بيتغير ما بين زياده ونقصان بتحكمك فيه. تعالى بقى نتكلم على حاجة كنا قلناها في بداية الدرس بتاع النهاردة، وهي الهاندلز. طيب اما تدوس عليه كده بيظهر لك مجموعة من الهاندلز او المقابض موجودة قدامكم كده. كل هاندل من الهاندلز ديت موجودة عند نقطة من نقط المنحنى ده، وكل هاندل من الهاندلز دي تقدر تتحكم فيها في النقطة دي أو المنحنى بتاعها. تمام، طيب خلينا مثلا ناخد ده ايه كده ونشوف كده هو عبارة عن ايه. أول حاجة طبعا كل نقطة من النقط اللي موجودة على الهاندل دي لما أنت تروح عليها بتتحول للون البرتقاني. نروح على النقطة دي هتلاقي إن النقطة دي اتحولت للون البرتقاني، وظهر سهم كده أو في قدامك كده، هو حاجة كده دورانية بتقول كده إن أنت معنى الكلام ده إن أنت تقدر تتحكم في الزاوية بتاعة الكيرف ده. يعني تدوس هنا كده عليها، بص الزاوية بتاعته أهو، زاوية الكيرف بتبدأ تتغير، شايف أهو، حتى هتشوف حتى الزاوية بتبان معاك أو بتبان قدامك أهو، الزاوية بتقل وبتزيد. تمام، بتاعة المنحنى ده مع ثبات طبعا المنحنى ده في مكان، يعني المنحنى ده على مفصلة كده اللي هي دي، وبيغير في الزاوية بتاعة المنحنى ده. طيب أنا لما عملت كده هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ إن المنحنى بتاعنا أو الهاندل بتاعة الهاندل دي اللي إحنا اشتغلنا عليها اتحولت للون الأزرق. ده معنى إيه؟ ده إن أنت كل هاندل من الهاندلز دي هتبدأ تعدل عليها هتتحول للون الازرق، عشان تقول لك ان انت عملت تعديل على الهاندل دي، لان انت هيبقى عندك رسومات فيها كيرفات كتير جدا وانت ما انتش عارف انهي الهاندلز اللي انت استعملتها. طيب النقطه الثالثه من نقط الهاندل دي هي النقطه دي،
النقطة دي بتبقى بتروح عليها بتلاقي ايه؟ بتلاقي في سهم وفي علامة الدوران دي كده، ده معناه ان انت تقدر تتحكم في الاتجاه والزاوية مع بعض. لو دوست عليه ده الاتجاه بيتحرك والزاوية بتتحرك معاه، من النقطة دي تتحرك في الاتجاه وفي الزاوية. ولو ضغطت على الت ورحت على النقطة هتلاقي ان هو ده الكلام ده يتم في الناحيتين، مش ناحية واحدة، هيتم في الناحيتين. ده اسمه او ده الجزء اللي موجود في الهاندل، او ده المكونات بتاعه الهاندل دي، وكل نقطه موجوده عليها. كل هاندل هتعلم عليه وتبدا تتحكم فيه هيبدا يتحول من اللون الاسود ده الى اللون الازرق. قلنا نرسم تاني سبلاين كده، ندوس عليه ونروح على تولز سبلاين تولز، وهيبان عند قدامنا هنا شويه حاجات. اول حاجه طبعا خدنا الفيت سبلاين وخدنا السمبليفاي سبلاين، تمام. في بعد كده شويه حاجات كده موجوده قدامنا. اول حاجه شو سبلاين هاندلز، شو سبلاين هاندلز، لما تضغط عليها تلاقي الهاندلز بتاعتك باين، وهي فعلا الهاندلز باين. لو انت دوست عليها تاني بيشيل لك الهاندلز من اللي موجوده عليه. طيب تاني حاجه شو سبلاين كنترول بوليجون، شو سبلاين كنترول بوليجون، لو انت دوست عليها كده هيبدا يظهر لك هنا الكنترول بتاع السبلاين ده، تمام. زي ما انت لو انت رجعت لورا وشفت في بيزيه كان بيبقى عباره عن السبلاين بتاعنا عباره عن مجموعه من النقط، تمام. هنا هو شايف تقدر تتحكم التحكم بتاعك من النقط دي، فده اسمه السبلاين بليم. شو هنا هو رجعنا تاني على الاول هو ديت شو سبلاين كنترول بليم. طيب بعد كده شو انفليكشن بوينت، انفليكشن بوينت هي النقطة أو النقط، شايف انفليكشن بوينت أهي، هي النقط اللي هي بيتم انقلاب عندها المنحنى من تحت لفوق. يعني ده قلت شو كيرفيتشر كده هنا أهو، هتلاقي إن النقط ديت هي النقط اللي بيحصل فيها انقلاب للمنحنى من تحت لفوق، فهي ديت اللي هي البوليجون اللي هو ظهر. شو كيرفيتشر طبعا احنا لسه حاطينها دلوقتي وظهرت معانا ده، تمام. شو مينيمم راديوس اوف كيرفيتشر، دوس كده هتلاقي جاب لك هنا هنا النقطه اللي فيها اقل راديوس موجود او اقل دايره موجود. طب خلينا كده لو جينا نكبر شويه في الدايره دي هتلاقي اقل دايره اتنقلت في حته ثانيه، فده معناه ان هو بيتتبع المنحنى ويشوف اقل ريديوس موجود فين ويجيب لك ده، يجيب لك ويقول لك ده اقل ريديوس موجود في المنحنى، وده اللي بيمثل الجزء اللي احنا كنا بنقول عليه ده، وهو شو مينيمم ريديوس اوف كيرفيتشر، تمام. وكده يبقى احنا شرحنا الجزء ده كله، تمام. لو جينا بصينا هنا كده اد كيرفيتشر كنترول اد كيرفيتشر كنترول، ظهر عندنا طبعا النقط بتاعت ده، كانك انت ضفت يعني انت كده لو جيت كده هو قال لك اد كيرفيتشر كنترول، لو انت دوست كده او هتلاقي في سهم ظهر لك كده، تمام. السهم ده هو اهو ده كده، ده كده اللي هو كيرفيتشر كنترول، ان انت بتتحكم فيه في انك انت تغير فيه عن طريق الكيرفيتشر كنترول ده اللي احنا بنتكلم. insert spline point، insert spline point تقدر تحط نقطة في أي حتة في المنحنى ده تقدر تتحكم فيها، هذا نقطة هي تقدر تحط نقطة في حتة تانية،
ديت. النقط دي تقدر تستعملها في انك انت طبعا تتحكم في المنحنى ده. كل نقطة بتحط فيها او كل نقطة بتحطها بتقدر تستعملها، لان بيتحط عند كل نقطة بتحطها بيتحط عندها هاندل جديد. يعني كل نقطة هتحطها على المنحنى ده بتحط عند بتعمل لك، او كل نقطة بتحطها على المنحنى ده بتقدر تتحكم فيها في المنحنى يعني مثلا لو رسمنا منحنى، خلينا كده نرسم منحنى هو مكون من مجموعة من النقط. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان كل ما عدد النقط زادت في المنحنى، كل ما عدد النقط زادت في المنحنى كل ما بقى التحكم في المنحنى ده احسن. يعني ايه؟ يعني مثلا لما يبقى في كذا نقطة هنا موجودة، هنا بتتحكم في الجزء فقط ما بين النقطتين دول، فيديك اتقان اكتر ودقة اكتر في الرسم او في المنحنى بتاعك ده. طيب كل نقطة هتضيفها تبقى نقطة زيادة هنا في المنحنى، تقدر انك انت من خلالها تتحكم في المنحنى ده. كل النقط ديت، كل نقطة من ديت عندها هاندل تقدر تتحكم فيها في المنحنى ده. وبكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة، شرحنا فيه كل حاجة بتتعلق بالدرس ده اللي هو بيتكلم عن السبلاين. كل حاجة بتتكلم عن السبلاين شرحناها النهاردة، وده طبعا أداة مهمة جدا في رسم الأسطح والقوالب، وطبعا ده هنستعملها كتير في الرسم. وبكده يبقى احنا انتهينا من درس النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.